السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معروف عن الطيور انها كائنات لطيفة ومسلية، لكن في فصائل وانواع منها انت ما تتمناش انك تقابلها في يوم من الايام. اهلا بيكم في قناة نوليدج. في الفيديو ده هنعرض اخطر واعنف انواع الطيور. طائر الكاسوري يعتبر اكبر تاني طائر في العالم بعد النعام. الطائر ده بيمشي على الارض بس ما بيطيرش. وزنه بيوصل لستين كيلو جرام وطوله حوالي 5 أقدام. احيانا طوله بيوصل لحجم رجل بالغ. يملك 3 مخالب قوية في كل قدم، دول مصدر قوته بحيث انه بيهاجم بيهم الاشخاص من حواليه. ممكن تتعرض لاضرار كبيرة جدا لو هاجمك الطائر ده، ونتيجة لشراسته وعنفه قتل قبل كده اكتر من شخص في العالم. طائر باترول القطب الجنوبي يصنف الطائر ده من ضمن اكتر الطيور المفترسة والخطيرة. بيتغذى على بعض الكائنات الحية واحيانا على جثثها. حجم جناحيه بيوصل لواحد فاصلة 8 متر. سرعته بتصل في الطيران الى 45 ميل في الساعة. افضل وجبة للطائر ده هي البطاريق الصغيرة. طائر النسر ابو الدقن بيعيش في مرتفعات غرب ووسط اسيا، وبيعيش في شمال وشرق افريقيا. طوله بيوصل ل 115 سنتيمتر، وعرض اجنحته بيوصل ل 9 اقدام، ووزنه ممكن يوصل ل 15 رطل. بيعتمد في غذائه بنسبة 90% على العظام، بحيث بيطلع لمرتفعات عالية بيرمي العظام عشان يكسرها ويتغذى على النخاع اللي جواها. طائر صقر الشاهين يعتبر طائر صقر الشاهين أسرع كائن على وجه الأرض، ويعتبر أكتر الحيوانات المفترسة. بيتغذى على الطيور والخفافيش والفيران وبعض الزواحف الصغيرة. يعد من أكبر الكائنات سرعة، وسرعته بتصل ل 389 كيلو متر في الساعة. طائر البومة بيتغذى طائر البومة على الطيور الصغيرة والأسماك. عند طائر البومة ميزة في الانقضاض على فرائسها بشكل مفاجئ وقوي وسريع جدا. بيوصل قوة منقارها ل 15 رطل لكل بوصة مربعة، وده اللي بيخلي عضتها زي عضة كلب مفترس. أحيانا كتير بتهجم على البشر، فمن الأفضل اللي انت تبتعد عنها لو شفتها. طائر النسر المتوج يعيش في بعض الأماكن في جنوب أفريقيا، ومعروف باسم فهد السماء. يعتبر من أكتر الطيور اللي بتقدر الثدييات، وبتتغذى على الغزلان والقرود. بيتميز بمخالب حادة جدا وقوية، وليه القدرة على الهجوم على البشر، ويعد بكده من أخطر الطيور الجارحة في العالم. طائر البيتا بيعيش الطائر ده في بابو غينيا الجديدة. بالرغم من شكله العادي اللي مش بيدل على أي خطورة منه، لكن الطائر ده يعتبر أخطر طائر في العالم كله، لانه النوع والطائر الوحيد السام في العالم كله. بيحمل السم على ريشه لدرجة انك لو لمسته ممكن سمه يصيبك بالشلل التام. السم ده هو مش بيفرزه من مادة جوه جسمه، لكن ده تكون نتيجة من تناوله بعض الخنافس السامة، فتكون السم ده بطبيعة الحال على جسمه وعلى ريشه. طائر النعام يعتبر اكبر طائر في العالم من حيث الحجم. بيتميز بحجمها الكبير وقوة ساقنها اللي بتخليها تقدر توصل لسرعة 96 كيلو متر في الساعة، وده اللي بيخليها أسرع طائر على الأرض. بتستخدم رجلها القوية في الدفاع عن نفسها، وأحيانا بتعتمد على قوتها وقوة مخالبها اللي ممكن توصل إنها تقتل أسد لو الضربة جت في أي من أعضائه الحيوية. في الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.